ميسون، انا قلت لك هذا الحكي من زمان كتير. انت مانك مضطره تتحمليه لشوكت؟ الحق معاك عمي. يعني ليكني انا وابنك داني واقفين معك وعم نقدم لك كل الدعم، ومستحيل نتركك لحالك. عمي عمر معه حق امي، يعني المهم انت تاخدي القرار الصح. انا كنت خايفة من المستقبل، بس طالما انتو معي خلاص انا واثقة فيكم وباللي عم تحكوا. ماشي. لك امي معقول هلأ عم تحكي هيك وما عم تعرفي تاخدي قرار لحالك؟ معقول؟ مانك شايفة حالتك شلون صايرة؟ عم اتصل بمحامي خليه يبلش بوراق الطلاق ونخلص بقى، نحن ليش بعدنا عم نستنى؟ شو ناطرين؟ أنا خايفة إنه أهل الضيعة يحكوا علي، يعني شو بدهم يحكوا علي إذا اتطلقت؟ ها؟ ميسون، الناس رح تحكي إذا اتطلقتي ولا لأ، إذا أنت عن جد بدك ترتاحي وتعيشي حياتك، من بكرة منبلش بالإجراءات. اتصل فيه. خلاص، وافقت. يعني ما عندي حل تاني غير هاد. نوب. أنا أكيد ما كان بدي إنه يصير شي بيني وبينه لجهاد، بس هو اللي جبرني. كان المفروض إنك تجي وتحكي لي، لو ما سمعت بالصدفة كنت تماديتي وأخذتي راحتك. والله بدي أحكي لك، بس ما صحت لي فرصة، وبصراحة خجلت. شو ما كان يكون السبب نور، انتي تصرفتي بطريقة غلط وبتخل بشروط اتفاقنا، واستغليتي وضع جهاد ومعاملتنا المنيحة، وانا بعتذر منك. مستحيل بعد اللي صار اني خليكي تشوفي جهاد او تجي على البيت. اعتبري حالك من اليوم مفصولة من الشغل. اساسا انا مستحيل اني اشوفه لجهاد بعد اليوم، لاني حامل، وحامل بابنه لجهاد، وهاد رح يكون حفيدكم. طيب ماشي استاذ كمال، انا رح اعمل جهدي اكيد، لكن لك فكر. تمام، وبتشكرك عمي. ايه داني، اللي لقيته تاكسي بعدين؟ مشي الحال ولا يهمك. شو قال المحامي؟ عم بيقول انه كل الورق جاهزه بين الطرفين ورح يتطلقوا بجلسه واحده. عمي لولاك نحن ما بنعرف نتصرف، يعني لو ما انت حكيت مع امي بالقصه هي ما كانت تجرأت على هالقرار طول عمرها. ان شاء الله هلا كل شيء بيصير منيح، المهم هي تقوى وتقدر تبلش حياتها من جديد. ان شاء الله. دكتور عمر، نحن بقيان عنا شي 3 مواعيد لبعض الظهر. داني مرحبا، ما كنت بعرف انك هون. عمر بيك؟ ليش عم تضب اغراضك؟ شو الموضوع؟ يعني عندي هون في اكثر من موعد لسه ما خلصنا. خير شو القصة؟ يعني اذا حضرتك حابب تلغي بس قلي مشان الحق اجل المواعيد البقيانة. لو سمحتي روحي هلا، وبس بدي اياكي بحكي معك. ماشي، اسفة، بعتذر كثير منك. دكتور عمر، المريضة اللي كانت عاملة حادث طلعناها من العناية المركزة، وضعها مستقر هلا. وضعها استقر؟ الحمد لله، والله ماني مصدق. اليوم هذا أحلى خبر. شايفك عم تضب أغراضك، خير دكتور عمر؟ كأنه ناوي تتركنا وتروح؟ أنت أول واحد رح تعرف. بصراحة أنا رح أترك المشفى. ليش؟ صار في شيء نحن ما بنعرفه؟ مع اني زعلت كتير، بس هذا قرارك بالنهاية. لك كيف بدي اخلص من هالمادة؟ عن جد عقدتني كتير. يلا انا رايحة بشوفك. الله معك. مرحبا. ليه ما قلتي لي انك جاية؟ قلت لحالي بعمل لك اياها مفاجأة، بس في لك عندي مفاجأة احلى من هاي. الست اللي دعستها صحيت سيلين. عن جد عم تحكي؟ كتير حلو هالخبر. ايه عن جد. لك من وقتها لليوم ما عرفت طعم النوم، تخيلي لو صاير لها شيء للمخلوقة، ساعتها أكيد كنت ضليت عايش بهالذنب هاد طول عمري. تعا معي، رح أخذك مشوار. لوين سيلين؟ هلا بتشوف، امشي. خلص داني، يلا تعا بسرعة.
لا سيرين، انا ما بدي فوت لعندها لو سمحتي. انا شو بدي احكي معها اذا شافتني؟ لك اصلا انا ميت من خجلي بعد هالعمله اللي عملتها. لك داني، انت شو يلي مخوفك؟ بالنهايه اللي صار مو بقصدك. هلا لازم تفوت تقول الحمد لله على السلامه وتطلع. طيب ماشي، فوتي انت وقولي لها بالنيابه عني الحمد لله على السلامه وتعي لعندي. لا رح فوت معك، يلا تعال يلا لشوف. يلا تعرفي لو صار اي اذى لهالمخلوقه سيرين بحياتي ما كنت رح سامح حالي. بعرف، الحمد لله هي ما صار لها شيء. انا كمان علي الحق وحاسه بالذنب مثلك واكثر. مين انتو؟ بصراحه انا متلبك وما بعرف شو بدي اقول، وعن جد اسف كثير. يا ترى بتقدري تسامحيني؟ ايه هلأ عرفتك، انت يلي دعستني مو؟ صدقيني خالتي، صدقيني ما انتبهت لك. انت فجأة طلعتي قدام السيارة، بس بشو احلف لك اني وقتها زعلت كتير وضميري عم بيعذبني باليوم الف مرة. والله هيك صار بالضبط يا خالتي. انا كنت متضايقة كتير لهيك، انا قطعت الشارع من دون وعي، هاد يلي صار. لا تخاف، ما رح اشتكي عليك ابني. انا انكتب لي هلأ عمر جديد الحمد لله. خالتي عن جد انك انسانة كثير منيحة، يعني صدقيني ما بعرف شو بدي اقول لحضرتك، بس بعتذر منك وبتمنى انك تسامحيني من قلبك. عن جد شكرا كثير لك. تعرفي انه انا بالاول كنت مرعوب كثير سيلين، بس طلعت هالمره كثير منيحه والحمد لله وضعها استقر وتحسن هلا. ايه الحمد لله. شكرا لك حياتي. انا ما عملت شيء. تعرفي سيلين، انا وياكي باخر فتره توترنا كثير، لازم ناخذ اجازه كم يوم، شو رايك؟ خلينا نغير جو ونطلع على شي مكان حلو. كان بودي عن جد، بس ما رح اقدر اخذ اذن. يعني انتي ما فيك تدبري لك اي حجة؟ قلي لهم اني رايحة نام عند رفيقتي مشان ندرس. داني اهلي مستحيل يرضوا. يعني ما في امل ابدا؟ مستحيل، بس كرمالك بجرب حظي.